المصنفه الاولى طبعا على المهندس عاطف الشربيني والد نور الشربيني. لقاء طيب ده. طبعا اتفضل يا فندم. اتفضل. في البدايه طبعا ببارك لكم ومنورنا اول مره على اون تايم، كنت يعني بحاول اعمل اللقاء ده من زمان. ببارك لكم في البدايه، قولوا لي الاحساس، اكيد احساس مميز جدا. نور النهارده بطلت بطوله الجونه ودايما متالق. والله الحمد لله. طبعا يعني هي يعني مجهود، فترات كتير لعب ومجهود وحرمان، يعني اللعبه دي بتاخد مجهود كتير وقت كتير، وطبعا انا مبسوطه طبعا الحمد لله. قولي الجايزه حضرتك خدتها من نور ولا ايه؟ نور اعطيتها لي خلاص. خلاص حضرتك خدتها. ايوه انا عملت اللي عليا كده وكسرت. قولي ايه الحديث اللي بيحصل ما بينكم قبل الماتشات؟ يعني هل نظام البابل ده انا عارف ان هو قاسي جدا، بتكلمها بالليل قبل الماتش، بتكلمها الصبح، بتتفق معاها على ايه؟ بنتكلم دايما قبل. حضرتك ترفع المايك. بنتكلم دايما قبل الماتش، ويعني طبعا بحاول اهيئها نفسيا كده واحده واحده، ونتكلم لو في حاجه تكنيكال بنتكلموا فيها برضه، ويعني نور ماشيه معايا واحده واحده كده هاديه يعني الحمد لله. هل هي عندها حته كده ان هي في طفل جواها؟ يعني بحس نور بتعرف تطلع بره الضغوطات، مش بتنشن نفسها في الفاينلز، بتشوف ان دي واحده من المميزات اللي خليتها توصل اللي هي وصلت له؟ هو يعني اللي بيقدر يكمل واللي يقدر يكمل ماتش البطوله بالذات ده، دي ميزه ثانيه. يعني احنا تملي نقول ان السكواش والفيتنس وده جزء من البطل اللي هو بيحصل. في بقى مين اللي يقدر يكمل ماتش البطوله ومين يقدر يقفل البطوله؟ طبعا دي اللي بيقدر يكمل العناصر دي هو اللي بيبقى البطل. اكيد طبعا. في واحده من الماتشات اعتقد الكوره طلعت بره الملعب ونور جت قالت لكم انا يعني لو عليا انا ايه عايز اجي اقعد جنبكم. بتحسوا ان هي مفتقداكم وقت البطولات؟ هي جت كمان وصلت نور الشربيني البطله وصلت. ببارك لك طبعا، متعودين دايما اللقاء ده يعني بنبقى انا وانت وكابتن اشرف حنفي، لكن النهارده اخيرا بقى الوالد والوالده. انقذها النهارده. كنت لسه بسال والدك يعني عن الكوميونيكيشن ما بينكم قبل الماتشات ووقت الجيمز، بحسك ان هو كل نقطه انت لازم ترجعي له، الدنيا تمام كده، انا غلطت ولا عملت النقطه دي بشكل كويس؟ ايوه صح، يعني ببقى مبسوطه ان هو موجود بره وبستريح يعني لما بشوفه وببص له، حتى لو احنا بعيد عن بعض ولا هو بيقول حاجه ولا انا هقول حاجه، بس يعني هنبقى شايفين بعض يعني، فده بيبقى كفايه يعني. نظام البابل المتابع بقى له اكتر من بطوله ده بالنسبه لكم، بتحس انكم بالعكس بيساعدنا ان احنا نبقى معزولين عن كل حاجه، مركزين في الماتشات وفي البطولات، ولا ساعات وساعات؟ ساعات بيبقى كويس لا ساعات وساعات، ساعات بيبقى كويس وساعات مش بيبقى كويس، يعني ساعات تبقى عايز ان انت تبقى معاهم، تشوفهم، يبقى معاك المدرب بتاعك، تتكلم مع حد، بتلعب تتمرن مع حد، لكن موضوع ان انا اتمرن لوحدي، هروح الماتش لوحدي، قاعده في الاوضه لوحدي، فالموضوع صعب شويه يعني. ماما بتبقى متابعه بقى اكلتي ايه وما اكلتيش ايه ولا ما في ماي؟ اكيد هي لا بس كبرت بقى، هي خلاص، لا هي دلوقتي تعتمد على نفسها. زمان وهي صغيره اوكي، زمان وهي صغيره لكن خلاص دلوقتي بقى لا، هي يعني سيستماتيكلي كده عرفت هي عايزه ايه. الحمد لله. لا. ممكن مثلا يعني تبقي مثلا نفسك هفاكي على حاجه جوه البابل بقى، مثلا صينيه محشي للاسف ما كورونا بشاميل اي حاجه تبعت لك؟ مش في البابل، بره البابل ممكن. قولي لي بعد البطوله. طيب ماشي، هل بيجي يعني وقت خلال البطوله بتحسي ان مثلا انا البطوله دي لا انا ممكن اكسبها؟ يعني خلال البطوله الجونه دي كان في اوقات بالنسبه لك محطات كانت صعبه وحاسه ان البطوله ممكن تبقى بعيد عليا، ولا طول الوقت بتاخدي الموضوع محطه بمحطه ماتش بماتش؟ لا انا دايما باخد البطوله ماتش ماتش ماتش، يعني ما بحبش ابص لقدام قوي، بحب امشي كل ماتش بماتش واركز في الماتش ده، ولما اخلص الماتش ابقى اركز في اللي بعديه. فما اقدرش ان انا اخش ماتش اقول ان هو صعب او عليا او مش هقدر اوصل لها، فانا يعني ما ينفعش اقول كده لنفسي قبل اي بطوله، فبحاول امشي ماتش بماتش يعني. مليون مبروك وسعيد جدا باللقاء ده، ودايما ان شاء الله فرحانين بنور. الله يخليك يا ربنا يبارك. سي جدا، شكرا ليك. شكرا. نطلع فاصل اعلاني ونرجع نكمل متابعتنا لاحداث بطوله الجونه الدوليه للسكواش، خليكم معانا.